هل سبق لك وأن سمعت بمتحف متخصص بالفسيفساء؟ في تركيا يقع أقدم متحف للفسيفساء في ولاية غازي عنتاب الجنوبية، وهو متحف زيوغما، الذي يعد من أكبر متاحف الفسيفساء في العالم، وذلك بمساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع. يحوي المتحف الذي جرى افتتاحه رسمياً في أيلول عام 2011 على العديد من المقتنيات النادرة والأثرية واللوحات الفنية المميزة، ويبلغ عمر هذه الفسيفساء الفريدة حوالي 2000 سنة، وهناك ما يقارب 140 متر مربع من اللوحات الجدارية وأربعة نوافير عائدة للعهد الروماني وعشرين عموداً وأربعة منحوتات من الحجر الجيري وتمثال من المريخ البرونزي وتوابيت. ومن أبرز مقتنيات هذا المتحف لوحة الفتاة الغجرية الفسيفسائية التي اكتشفت عام 1998 أثناء عمليات الحفر والبحث عن الآثار، وهي من أكثر القطع الأثرية التي تجذب اهتمام الزوار في المتحف، وأطلق عليها اسم الفتاة الغجرية نظراً إلى شعرها المجدول على شكل ضفائر وعظام خدودها البارزة. ويقسم متحف زيوغما إلى ثلاثة مبان، أولها المبنى الرئيسي ويحوي الفسيفساء التي تم العثور عليها في مدينة زيوغما القديمة، أما المبنى الثاني فيعرض مجموعة فريدة من فسيفساء الكنائس في العصور القديمة التي نشأت بالقرب من غازي عنتاب، في حين يضم المبنى الأخير المكاتب التنفيذية وقاعات المؤتمرات. وحسب إحصائيات وزارة الثقافة والسياحة، جاء متحف زيوغما على رأس الأماكن الأكثر زيارة في غازي عنتاب من قبل السياح المحليين والأجانب، إذ يتراوح أعداد الزوار سنوياً إلى ما يقارب 350 ألف زائر، بينما بلغ عدد زواره منذ افتتاحه 1.5 مليون زائر، كما أنه حاصل على الجائزة الكبرى للثقافة والفنون الممنوحة من قبل رئاسة الجمهورية التركية.